النهاردة بتمر ذكرى رحيل أحمد شوقي أمير الشعراء، واحد من أهم وأعظم الشعراء أو شعراء العصر الحديث. هو صاحب مسيرة أدبية عظيمة، شهد لي كل النقاد والشعراء وتميز بموهبة شعرية فذة. كان الشعر يتدفق من على لسانه بسهولة وسلاسة، وساب وراه دواوين كتيرة جدا من الشعر والنثر وغيره وغيره اللي عايشة معنا لحد النهاردة. مسيرة في حياة أمير الشعراء، خلونا نشوف كده أهم المحطات. تحل اليوم ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي يعد من أعظم شعراء اللغة العربية في العصر الحديث، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 من أكتوبر عام 1932. ولد أحمد شوقي في 17 من أكتوبر عام 1870، ليصبح ميلاده بداية لمسيرة أدبية عظيمة شهد لها العديد من النقاد والشعراء، فقد تميز بموهبة شعرية فذة، وكان الشعر يتدفق من لسانه بسهولة وسلاسة. نشأ شوقي في قصر الخديوي إسماعيل، حيث كانت جدته لأمه وصيفة فيه وتكفلت بتربيته، وتلقى تعليمه الأول في كتاب الشيخ صالح بالسيدة زينب، ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية وبعدها المدرسة التجهيزية الثانوية. حصل شوقي على المجانية نظير تفوقه، ثم التحق بمدرسة الحقوق عام 1885 ودرس في قسم الترجمة، وبعد إتمام دراسته عينه الخديوي ضمن خاصته وأرسله إلى فرنسا لاستكمال دراسته، وقضى هناك 3 سنوات وعاد بالشهادة النهائية عام 1893. بعد عودته إلى مصر أصدر ديوانه الشوقيات، وكان الجزء الأول منه قد صدر عام 1898، كما قام الدكتور محمد السربوني بجمع الأشعار التي لم يتضمنها ديوانه الأصلي في مجلدين جديدين بعنوان الشوقيات المجهولة. في عام 1914 كان شوقي في قمة مجده الأدبي، إذ تميز بتنوع إنتاجه بين الشعر والقصص والمسرحيات الشعرية، وكان يمدح الخديوي توفيق خلال إقامته في فرنسا، وبعد عودته أصبح شاعراً للقصر ومقرباً من الخديوي عباس حلمي. استخدم شوقي شعره لمهاجمة الاحتلال البريطاني، ما أدى إلى نفيه إلى إسبانيا عام 1914. وخلال فترة نفيه التي استمرت 4 سنوات، تعمق شوقي في دراسة الأدب العربي وحضارة المسلمين في الأندلس، وكتب قصائد تمدح تلك الحقبة. في عام 1927 تمت مبايعته أميراً للشعراء من قبل نخبة من شعراء العرب، بينهم خليل مطران وحافظ إبراهيم وأمين نخلة، وكان حافظ إبراهيم قد خصه بقصيدة عند مبايعته. في أواخر حياته أبدع أحمد شوقي في تطوير المسرح الشعري، حيث قدم مسرحيات شهيرة مثل مصرع كيلوباترا، قمبيز، مجنون ليلى، وعلي بك الكبير، كما ترك مقالات نثرية في كتابه أسواق الذهب، بالإضافة إلى محاولاته الروائية مثل عذراء الهند وورقة الآس.